حول هذه الزيارة معنا عبر الهاتف سعادة السيد عادل عبد الرحمن المعاودة، عضو مجلس الشورى، رئيس بعثة الشرف والمرافقة لمعالي رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني. بعد التحية، ما هي أهداف الزيارة التي يقوم بها معالي رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني وما أثرها على العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه الزيارة ليست بالغريبة على المسؤولين في باكستان، فالبحرين حقيقة لها مكانة عظيمة عند الحكومة الباكستانية والشعب الباكستاني حقيقة. وسبق لرئيس مجلس الشورى البحريني قبل عام زيارة باكستان أيضا، نعم، مع طبعا رفيع مستوى من البحرين، وهذه أيضا رد الزيارة. هذه الزيارة توثق العلاقة الوطيدة بين البلدين التي حقيقة نحن نفتخر بالقيادة الحكيمة التي أوصلت هذه العلاقة إلى مستوى رفيع جدا. ومعلوم أن جمهورية باكستان الإسلامية حقيقة لها دورها في العالم الإسلامي والعالم كله بقوتها بثرواتها بمستقبلها، ودائما كانوا حقيقة في صف القضايا العادلة للبحرين وللخليج ولكل الأمة الإسلامية والعالم. فحقيقة ولمسنا أيضا روح عالية من المحبة والفرح بزيارة البحرين. لا شك أن هذا ستفتح يعني تقوي العلاقات، وكذلك هناك اهتمام أيضا من التجار سواء الباكستانيين في باكستان أو الباكستانيين المستثمرين في البحرين أو البحرينيين الذين يستثمرون بين البلدين. نعم. ولا شك أنه سيكون لها نصيب في الزيارة إن شاء الله. نعم، سعادة السيد عادل عبد الرحمن المعاودة، عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.